هم المتقدمين في البداية. يعني في حاجة هنشوف، هنعرف ايه السبب. وهنا جرس السبرينت، السبرينت هنا سينطلق. روسيا 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 هنا وايطاليا مع التشيك، تبديل روسي الان، اندفع، دي اندفاع جامد، قوة هنا من الروس وسرعة من الطليان. هنشوف 10 لفات متبقية وهيكون هناك اخر سبرينت في ال10 لفات. هنا روسيا روسيا، هنشوف كده النقط اللي جاية، النقط اللي جاية هنشوف مين اللي حصل عليها. نقط السبرينت الاخير ده هنشوف مين اللي حصل عليها. هنا منافسة ما بين روسيا، التشيك، كندا، وايطاليا، المانيا، المانيا بره خلاص. هنا ايطاليا، شوف اللاعب الروسي عدى ازاي، كان هيخبط كان هيقع، ولكن عنده خبرة كبيرة، عمل فنت حلوة او بالدراجة وخرج من اللاعبين الطليان اللي كانوا ممكن يوقعوه. بعد 11 لفة 11 سبرينت روسيا 5 نقاط، روسيا كده في المركز الاول ب 45 نقطة ب 47 نقطة 47 نقطة عفوا 47 نقطة 44 نقطة للتشيك و 20 نقطة لكندا. هنا روسيا محتاجة كمان 5 نقاط خلاص، يعني 5 نقاط كمان روسيا او اقل كمان، 47 التشيك، جمهورية التشيك 44، كندا 20 نقطة، اسبانيا 12 وايطاليا 11. يعني كده كندا محتاجة السبرينت اللي جاي عشان تضمن مركز ثالث. لو كندا عملوا اي نقط في السبرينت اللي جاي ياخدوا مركز ثالث، ولكن بشرط اسبانيا ما تجيبش اول او ما تدخلش هي الاول في السبرينت اللي جاي. شايفين الاسبان عاملين ازاي، لان هياخد 10 نقط، لو خد 10 نقط هيبقى 22، ولو الكنديين خدوا نقطه واحده بقى 21 هيتخطوهم. لو لعيبه كندا دخلوا تاني خلاص هيتخطوا كده اسبانيا وياخدوا الميداليه، ولكن المنافسه الان 47 44، فرق 3 نقط دخلوا تاني لصالح روسيا. المواجهه الان والصراع تشيكي روسي، تشيكي روسي، المنافسه الان كندي اسباني على الميداليات الان، دول المربع دلوقتي. والجرس ينطلق، واللفه الاخيره، اللفه الخطيره، اللفه المثيره اللي هتحدد اصحاب الذهب والفضه والبرونز. كندا هنا، كندا كندا داخلين للكنديين علشان يضمنوا الميدالية البرونزية، الكنديين عشان يضمنوا الميدالية البرونزية داخلين بقوة وبسرعة. والروس هنا، هنشوف روسيا عامل تشيك، روسيا والتشيك، هنشوف روسيا والتشيك، الروس مبتسمين خلاص، انهوها خلصوها، الروس انهوها خلصوها بميدالية ذهبية. هنشوف الترتيب الاخير، الترتيب النهائي للسباق، هنشوف الترتيب الاخير والنهائي للسباق. روسيا ذهب، اعتقد كندا عملوا الميداليه، كندا كندا حافظوا على مكانهم في المركز الثالث، ومن مواجهه اسبانيا او من تخطي اسبانيا ليهم يبقى كده وضحت. روسيا ذهب، التشيك فضه، وكندا ميداليه برونزيه. الجاي هيكون اعزائي المشاهدين تتويجات الاخيره خلاص للبطوله او للاعبين او الابطال، نهائي او تتويج الكيرن للسيدات وتتويج ابطال الماديسون اليوم، اطول سباقات منافسات بطوله العالم، دول اخر تتويجين في البطوله. روسيا هنا عملوها طبعا بعد ما الألمان خرجوا.
روسيا ذهب، تشيك فضة، وكندا ميدالية برونزية. ده بالنسبة للترتيب. طبعا قبل ما الترتيب يطلع لسه ما طلعش، هنشوف روسيا تشيك كندا بالفعل 53 نقطة لروسيا، 44 لتشيك، 30 لكندا. ذهب فضة برونز في نهايات أو آخر سباقات اليوم، آخر سباقات البطولة. انتظار هنا التتويج القادم. طبعا هنا بعد انسحاب منتخب ألمانيا بعد ما كانوا هم المتقدمين، ممكن سبب الانسحاب مثلا إرهاق لأحد اللاعبين أو كان في مشكلة، وهنا روسيا كانت في المركز الثاني. روسيا بعد كده تقدموا وتصدروا السباق وحصلوا على الميدالية الذهبية. انتظار تتويج الأبطال للكيرن للسيدات والماديسون رجال. أبو شحاتة مركز تشيك، قصدي عفوا مركز ثاني، مركز ثالث كندا بالابطال الماديسون. سباق التحمل والتبادل للشباب، سباق قوي جدا. المانيا كانوا متقدمين ولكن بعد ما حققوا 41 نقطه اثناء التبادل مع بعض وعمل السويتش وقعوا وحصلت في اصابه، ف يعني انسحبوا من السباق ما قدروش يكملوا، والمنتخب الروسي حصل على الميدالية الذهبية. ممتازة مع بداية قمة في الامتياز. المنظر الخارجي لمضمار العاب منبار الدراجات لدراجات المضمار المقام عليه بطولة العالم مصر 2021 ماشيين والناشئات. بطولة ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى، تنافس رائع وأجواء ممتازة. هنا تتويج أبطال الماديسون، سباق الماديسون آخر سباقات البطولة وآخر التتويجات. روسيا ذهب، التشيك فضة، وكندا ميدالية برونزية. Thank you.
الميدالية البرونزية للمنتخب الكندي. إيلان بيفيتش كاريسون ماترين ميدالية برونزية. المركز الثاني والميدالية الفضية المنتخب التشيكي ماتياس كابلاسك ورادو فانستيتش ميدالية فضية للتشيك. الفائزين بالميدالية الذهبية المنتخب الروسي ميكيتا سيميتشكو وميكيتا تور. ميكيتا وميكيتا تور وسلاتشكو ميدالية ذهبية روسية في سباق الماديسون 30 كيلو متر أبطال روسيا. وهنا الحركات والاحتفالات للفريق الروسي زي ما احنا شايفين ورفع علم بلادهم. طبعا ما أجمل أن ترفع علم بلادك على منصة التتويج في بطولة العالم. أترككم أعزائي المشاهدين مع السلام الوطني الروسي وتقبلوا تحياتي إبراهيم المزين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.